يهز إنسان مخبول العقل أمن المغرب أمان. هذه دولة من الله عليها بهذا التوازن، وهذه الألوان والأطياف المختلفة التي تعيش متوازنة مع بعضها، ولها رمز في الدولة يحترمه الجميع ويجله. هذا من كرم الله عليكم، في كبير للدولة، في ملك للدولة، يحب الناس جميعا صغيرا وكبيرا. هذه نعمة من النعم. ثم أنعم الله على المغاربة حقيقة بثلة من العلماء الذين أقول دائما أنا فيهم، هؤلاء الذين انفتحوا على الثقافتين وجمعوا بين الحسنيين، فالفكر الغربي نقوه وغربلوه وأخذوا منه السمين وتركوا الغث وتركوا اللامفيد وأخذوا المفيد، وهم أصلا أسسوا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين الحسنيين، فصار العالم المغربي عالم مميز. يعني أنا أغبطكم على هؤلاء العلماء الذين قلت فيهم بالأمس لو قبلوني عند أقدامهم لكان هذا تواضعا منهم، لأن علماء المغرب ما شاء الله لو هذه البصمة. يعني هؤلاء العلماء يعني معروف عندنا، ونحن نستطيع أن نقيس العالم وغير العالم بفضل الله، فهذه نعمة أخرى. أقول لأهل المغرب إن التقدم والتأخر ليس بالتقنية الحديثة، لا والله، التقدم الحقيقي أن يحب بعضنا بعضا، وأن يأمن بعضنا لبعض، وأن يأنس بعضنا لبعض، وأن يدافع المسلم عن أخيه المسلم، وأن يذب عنه، وأن يرد عنه غيبته، وأن يحامل الناس بما يحب أن يعامله هو. ليس التقدم، لأن جدي وجدك الذي ولد من 100 عام يعني لم يكن متأخرا عندما لم يستخدم المحمول، لم يكن مظلوما جاهلا عندما لم يفتح تلفاز، ما كانش موجود تلفاز، فلم يكن في ثلة المتأخرين، لأنه كان إنسان تقي بالله. الخليل إبراهيم أخذ ابنه الرضيع وزوجه هاجر وذهب هنا إلى وادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، قال ربي إني أسكنت من ذرية أسكنت، والسكن لا يكون إلا في بيت، لا يكون إلا في جدران، لا يكون إلا في سقف، سبحان الله، ولكن هذا وادي بلقع، ولكنه أسكنهم من السكينة، وإذا سكنت السكينة قلب العبد صار متحضرا. وعند هذه المكان البلقع بنيت أعظم الحضارات، واستقبل الناس على مر التاريخ هذا المبنى العظيم الذي رفع قواعده من البيت وإسماعيل، ودعوا يا رب العباد واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فنحن وفاء لهذا الإنسان العظيم الذي رفع علم الحضارة في هذا المكان، نحن كأمة وفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم نصلي على إبراهيم كما نصلي على محمد، ونسلم على الخليل إبراهيم كما نسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم. هذه الأمة سبحان الله انكرم عليه، فمن الله عليكم بأنكم في مقطع من العالم تتمتعون بأمن وأمان، الإيمان والإسلام طبيعة مغربية. أضف إليهم، وأنا التي ألحظها وأنا أتعامل مع المغاربة من أكثر من 40 سنة مضت في بقاع العالم وأنا ألقاهم، الإنسان مغربي يعني إنسان كريم، لا يعرف المغربي البغض، وهذه صفة عظيمة. فالكرم صفة في المغرب، فمن كرمه ليس كرم الأداء وكرم المادة وكرم تقديم الطعام وكرم الضيافة، أيضا كرم الأخلاق، فيجب أن تكملوا الكرم بالعفو عند القدرة